أم محمد تقول: أستفسر عن أمر أقلقني كثيرا، ذلكم أنني وفي الجهل ذهبت إلى بيت الله الحرام وقد اعتمرت وطفت بالبيت وأنا حائض، وذلك الأمر حصل مرتين في البيت الحرام، ومرة ذهبت إلى المدينة وزرت المسجد النبوي وأيضا وأنا حائض، مع العلم بأنني لا أعلم ما في ذلك الأمر من حرج، فما حكم ذلك وما كفارته؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا غيرهما من المساجد، وكذلك لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة بالحج قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية أم المؤمنين بعد الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، فأمرها بالرحيل والسفر وسقط عنها طواف الوداع. الحاصل أن الطواف يشترط له الطهارة، فإذا طافت وهي حائض فإن طوافها غير صحيح، وبالتالي تكون عمرتها غير صحيحة ويكون الإحرام باقيا عليها، فعليها أن تعود إلى مكة وتؤدي مناسك العمرة، تتجنب محظورات الإحرام لأنها ما زالت محرمة، وتؤدي مناسك العمرة التي كانت عليها، وإحرامها بالعمرة الثانية غير منعقد لأنها محرمة من الأول، العمرة الأولى فهي محرمة، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تأتي بالعمرة التي طافت فيها وهي حائض بطواف وسعي وتقصير، وإن كان حصل عليها جماع فإنها تمضي في عمرتها وتكون فاسدة، فإذا خلصت منها ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه الأول، فتحرم منه بعمرة جديدة قضاء لما أفسدته من العمرة الأولى أو فسد من عمرتها الأولى بسبب الجماع، ثم تأتي بعمرة ثانية قضاء لما عمرتها الفاسدة، ويكون عليها فدية وهي ذبح شاة في مكة. أما إذا لم تكن حصل عليها جماع في هذه الفترة فإنه يكفي أن تعود وتأتي بمناسك العمرة.